النوع اللي درت كده على طول، لا سلف ولا استلف. ايوه بس دول 50 جنيه. لا انا حالف لا سلف ولا استلف. لا حلفت امتى؟ دلوقتي. ما سمعتكش والله. والله حلفت في سري. ما خلاص يبقى حلال. ما سمعتكش خلاص. ولازم تحلف دلوقتي يا اخي. مفيش. مفيش يعني ايه؟ وانا لما اقول مفيش يعني مفيش. يا بيه انا راجل موظف كبير محترم والله، انا في الدرجة الرابعة، انا موظف جار عليه المصيف، مراتي واكله جمبري بألف جنيه. ألف جنيه؟ والله العظيم. يا نهار اسوح. انا موظف جار عليه الزمن والمصيف. اسمع بيه. نعم. ساعدني وانا هقول لك كل حاجه، هقول لك تصيف ازاي وتاكل ايه وما تاكلش ايه، وتجيب جمبري لمراتك منين؟ اعرف واحد بيبيع جمبري بلاستيك كده لوحده، والله هتاكلها مراتك هتموت فيها. اسمع، ده انا خدمتك، انا خلصت لك على جمبري اسكندريه كله كله. اه والله ما هتلاقوا حاجه خالص. اه هقول لك على كل حاجه، هوفر لك يجي 2000 جنيه، بس اديني ال50 جنيه اروح بيهم. ابوس ايدك. ما بديش 50 جنيهات وما فيش فلوس. مفيش فلوس يعني ايه؟ قلت لك ما فيش فلوس يعني ما فيش فلوس. انا حاول ساعتك حاجه. تعالى. نعم تعالى. نعم. اصل انا بقول لك ما فيش فلوس يعني ايه؟ ده انا اموت فيها دي. انت هتضرب؟ ده انا هزقت نفسي يا جدع، ده انا هقتلك، ده انا مسخرت نفسي قدامك انا. يعني ايه ما فيش فلوس؟ ولا انت بتقول لي ولا؟ آه انا اقول ما فيش فلوس يعني ما فيش فلوس كده؟ اه طيب انت المسؤول؟ انا المسؤول. طب انا هدفعك الايجار. ايجار ايه؟ ايجار الشقه. شقة؟ انت بقالك ربع ساعة عندي بتستعمل شقتي بجميع منافعها، والعالم شاهد وكل الناس شاهدة، وقعدت تتفرج على التلفزيون وفتحت التلاجة وعملت عربيتي اللي بره ركبتها ازاي؟ كل حاجة شاهدة. وهدفعك الايجار 50 جنيه دبل. كلمة زيادة تتكلمها هزودك المكالمات الزيادة، المكالمة ب 100 جنيه. انت مش كلمت امريكا؟ لا. انا امريكا ولا انا كلمت امريكا. اسمك الثلاثي؟ اسمك عشان اروح اجيب العقد؟ ماليش اسم. ايه مالكش اسم؟ امال ايه؟ محسن؟ دي هزار. محسن دي صناعتي. ايه دي شتيمه دي ولا ايه؟ اسم الدلع. ايه الدلع؟ مره خلاص ما تجي هنا تدلع يبقى تدفع الايجار. لا ما بدفعش. امال مين اللي بيدفع؟ الفلوس مع مراتي، مراتي هي اللي بتدفع. خلاص اعمل عقد باسم مراتك وانت تدفع. وانا ادفع لها ليه؟ الله، مش معنى ندفع لمراتي يا اخويا. وانا مالي وانا ادفع لمراتي؟ امال انا؟ لا اسمع، انا رايح اجيب العقد وجهز نفسك، كلمه زياده هدفعك اكتر. ولما اقصى ما تحاولش تقرب جنب الباب لان الخشب غالي، لو كسرته ده خشب زلوط الكيلو بجنيه. فاهم يعني ايه خشب؟ ايه عاوز تنط بالشباك نط، بس في كلاب ولف. افتح لي الباب، افتح الباب. صرفي الراجل ده حبسني ليه؟ يا نهار اسوح، دي كلاب دي ولا خرفان؟ يا خبعتي. هروح فين؟ ومراتي تسيبني وتمشي؟ سهير يا سهير، افتحي لي يا سهير، ما تسيبينيش لوحدي. اصرف الحقيقي، الحقيقي يا سهير. والزبون راح فين؟ تعالي تعالي. والزبون هرب؟ تبي تدوري على الراجل ابو بنطلون نص كم اللي كان هنا؟ ايوه سعاده البيت. حبستهولك جوه عشان ما يهربش لحد ما تاخدي فلوسك. جدع. اوعي تسيبيه يهرب. ماشي. اسمعي، انا رايح اجيب صغير ونتمشى شويه على ما تيجي الساعه 12 ونيجي. اوعي تسيبيه يهرب. لا سعاده البيت قال يهرب ايه؟ احنا لازم ناخد حقنا. اسمك الثلاثي؟ سمكة السيد بولتي. ايه يا بنتي ده؟ امال القرموط اللي كان هنا راح فين؟ قرموط بيه يا سعادة البيه. هرب. ما ادكيش حاجة؟ لا يا سعادة البيه. مالكيش حاجة لسعيد بيه الغلبان ده؟ لا يا سعادة البيه. هو راح يجيب حرم وجاي يا سعاده البيت. طب اسمعي سمكه، لم الهدوم تاني في الشنطه وحطيها ولميها عشان ناخد بعضنا ونمشي، الراجل ده نويل على شر. ها طيب سعاده البيت. سلام. انت الله يسلمك، خدي قلم الحواجب بتاع مراتي حطه لها لحسن تعيط. وخدي العقد ده خليه معاك، حطه في الشنطه. ما اروح اجيب مراتي، انا راخر تماما قاعد اتبلبط في الميه. قال نلموا الهدوم. ايه والله ما هنلموا الهدوم الا لما ناخد اجرتنا، والا هنقلع بيها. عميدو. يا سمك،
استاذ بيقول انه اداكي حقك. اداكي كام؟ ولا خدنا ابيض ولا خدنا اسود. ولا ابيض ولا اسود؟ ده احنا نقلعوهم هدومهم. طلعوهم هدومهم؟ هم ليهم هدوم؟ هدومهم كلهم على الحبل. ايه تبلوا؟ لا بيتهاووا. بيتهاووا؟ ما همش ليه من زمان. خش لميهم. انا لسه نشراهم. بقول لك يا بنت خش لميهم. الهوا جامد، الحبال دايبه، الهدوم لو مشت بالحبال هخصم عليهم حق الحبال. لما يبقى يجوا هما يبقوا يلموهم. خلاص نروح احنا نلموهم. على فين يا حميد؟ دول تعدينهم عليا. لا نسرقهم يا بنت. ما نقصدوش، بس يعني يخافوا. يخافوا؟ طب والله ماني مديكي بقى اجره الزبائن الجديده، كانت في جيبها ايه؟ 30 جنيه كنت لسه هطلعهم، انما عشان نسالك السفر ده ما انتش واخده ولا جنيه. طيب هنلموهم، هات بقى. لا نشوفه الاول وبعدين نتفاعل. طب خليك زي ما انت، اوعى تمشي. اوعى تمشي؟ اوعى امشي ازاي؟ لازم امشي عشان الزبائن الجديده اللي واقفه تحت. خليك هنلموهم حالا. ده باين عليه سيزون مضروب ده ولا ايه يا جدعان؟ ولا ايه؟ ليه يا رايحه؟ شوف رزاها، شوف رزاها مع الزباين الجداد، شوف لها قرشين ولا حاجه. عايزه البتاع الميته دي من البحر ما فيهوش حاجه. انا لقيتها على الرمله بره قلت اجيبها. البنت دي، البنت دي اكيد اتجننت في مخها. سعيده هدومنا ايه بقى يا ترى؟ لميتهم في الشنط ولا لسه؟ خش لم الهدوم وحطهم في الشنط، خلينا نروح نتكل على الله. حاضر يا حبيبي، دقيقه واحده المده بتاعتنا خلصت. روح. طب وحياتك، وحياتك انت يا سعيد، بس ممكن تدخل انت عشان انا رجلي وجعاني. حبيبتي انا ظهري مسلخ ومشوي وجاله جرب، مش عارف اعمل حاجه. عشان خاطري يا سعيد، عشان خاطري. وحيات يا قمر انت زجاره، روحي لمي كل حاجه وخشي لي الفسيخه دي. في ايه الشنط جوه؟ انا هدخل بقى جوه اشقط لك الهدوم وانت تعد الهدوم. يلا حبيبتي. وبعدين تطبقهم كويس. اوكي شقطيني الهدوم. يلا يلا يا حبيبي. اه يا ظهري، والله لو صيفت تاني لنضرب بالجزمه. مال الحمام والبانيو؟ تصور البنت دي ايه؟ مش حتى هدوم في الشنطه لسه لحد دلوقتي؟ الهدوم يا حبيبتي في البلكونه. مشرورين مشرورين بره. مشرورين بره؟ مشرورين. طيب اطلع اجيبهم بقى وانا هشقطك من هناك، وانت تعد الهدوم هدومه هدومه وتحطها في الشنطه. يلا حبيبتي هاتيهم بس نقوم نشف وخلاص. فاضل لنا قد ايه؟ ربنا يستر. الراجل ده انا مش مطمن له، الراجل جاي يصيف في الملسوع ده. يا حب هات اول حاجه. ايه يا بطاطس؟ ايه؟ يلا يا بابا يلا، مفيش وقت حبيبي لازم نمشي. ايه مالك مبهوره زي العبيطه كده؟ في ايه؟ ايه يا تعب؟ في ايه؟ ايه يا حبيبي مالك؟ الهدوم بره هنا في ست حبال، ست عبال منشورين. هات الهدوم يلا سعيده. يلا مفيش وقت ولا شراب. ايه في ايه؟ مش لاقي الهدوم؟ انا خرجت ما لقيتش الحبل، قلت كويس يمكن الاقي الهدوم بقى متدلدله من حته تانية. ايه يعني مفيش الهدوم ولا الحبل؟ مفيش هدوم حمرا معانا؟ كنا هدوم. حرام عليك، تلاقي بس البت سمكه شالتهم ولا حاجه. مش ممكن اروح انا اشوف يا حبيبتي؟ منشورين على الحبل في البلكونه، انا لسه شايفهم. قولي لي يا سعيده، تقولي لي اهو يا ماما. ما فيش البلكونه كمان، مش لاقيها. يكونش ال انت عارفه البت سمكه اكيد حطيتهم في الدولاب تاني. البت دي غبيه. برافو عليك، اما بنت غبيه حقيقي. لا يا مش غبيه ولا حاجه، في الدولاب. هاتيهم يا حبيبتي من الدولاب وحطهم في الشنط. يلا يا ماما، البت دي اصلها غبيه، انما احنا بقى برضو مش اغبيه، مصيفين واكلين جمبري ومرتاحين. ايه يا بطاطس؟
انا بقلق لما الاقيكي تدخلي متيسه كده والله. ايه في ايه؟ ضحكيني. في ايه؟ في ايه؟ لقيتي ايه؟ في ايه؟ سعيده لازم نلحق القطر يا حبيبتي مفيش وقت. ايه؟ ايه صحيح؟ ايه ده؟ في ايه؟ مش انت قلت لي يا عبد الله اللي هو الخشب اللي جوه ده؟ اه اديهم بالشماعات، بعدين نبيع الشماعات حتى في مصر. مش مش ايه؟ مش الدولاب. ربنا الهدوم مش في الدولاب؟ ايه الدولاب؟ يعني الدولاب يخرب بيت الدولاب. الدولاب فاضي؟ ايوه. يعني الهدوم لا في البلكونه ولا في الدولاب؟ تكونش البت سمكه سرقتهم؟ سرقتهم ازاي؟ احنا شايفينها وهي خارجه ما بيتش في ايديها حاجه. اه في ايديها لكن لابساهم، عشان عرفني لابساهم فين، انما لابساهم كلهم على بعضيهم لابساهم مصروف. سعيده انت الهوا بره جامد؟ قوي قوي. والهوا مقلع وسرعه الريح النهارده 25 عقده. يبقى الهدوم طارت يا سعيده. طارت الهدوم يا سعيده. يلا روح نشوفهم في الشارع. هدومي بنطلوناتي يا سعيده. احسن بدوا يتاخروا لحد القطر ما هيفوتوا. الله ضمنتوا الشنط فاضيين؟ نحرز عليهم. اه نحرز عليهم والله. لو ما كانوا ادوا للبت سمكه وجريتها هندهم لها. بنت غلبانه بتجري على 47 اخ. استاذن انا بقى، بس ما تنسوش تبقى تدوا للبيت سمكه وجريطه عشان دي غلبانه بتجري على 52 اخ. ايه ده؟ اه يا ارنبه. سلامتك يا حبيبي، سلامه نفوخك يا محسن. الله يسلمك يا خرابي. ده انا كنت هموت. ده انا كنت هفطس. ده كل ده يحصل لي. انا افتكرت ايه؟ افتكرت نسر ولا صقر فارد زعانيفه ونزل على نفوخي من فوق. ايوه دي مصيبه. ده حتى لو كان نسر كان بقى اهون. ايوه انما انا ينزل على نفوخي حبلين غسيل عليهم 17 بدله و30 فستان. ايوه و20 فلنه. ايوه و50 على نفوخي. كل دول على نفوخي. اه يا نفوخي. اللي بس تعجب له حقيقي حقيقي يا محسن ان ناس تعلق بدل على حبل. غريبة مش كده؟ على العموم اول ما اصحابهم يوصلوا يتهزقوا الاول وبعدين نديهم البدل. نعم نهزقهم الاول وبعدين نسلمهم هدومهم ندهم لهم. يعني احنا نهزقهم الاول وبعدين نهزقهم تاني. يعني نديهم البدل؟ كنت حموت كانوا حيموتوني وتقولي لي نديهم البدل؟ دي قضيه شروع فاكي. معقوله يا محسن؟ يعني عايزنا نخليهم معانا؟ طبعا لازم يستنوا معانا. طب واصحابهم يا محسن؟ صحابهم انا بس اعرف صحابهم.
انا بس اتلم على اصحابهم. انا ينزل على نفوخي 17 بدله و30 فستان و20 فلنه و50 على نفوخي. انا بس اعرف اصحابهم ومش هيطلعوا من الشنط حتى ولو طلعت روحهم. حرام عليك يا محسن حرام، ده زمانهم هيتجننوا على هدومهم. هم اللي هيجننوا. انا اللي هتجنن، انا اللي هتجنن، انا اللي هتهوس. ابدا، انا لازم اعرفهم وانتقم لكرامتي علشان ارد اعتباري، والا قسما عظما ما انا مصيف. لا ايه ده الشغاله؟ روح افتحي لها واقعد جيبي سيره الهدوم. انا مجنونه اجيب سيره الهدوم يا محسن؟ ده احنا سارقينهم. ايه ده؟ ايه لا هب ايه لا ايه لا عادي يا ولية عادي لا تغرب. جايب حبل يا محسن. ايه ده؟ خش يا نصابة. سمكة مالهم مكممين كده ليه؟ وانتوا انتوا لسه ما سافرتوش؟ واحنا عارفين نسافر وما سافرناش. سهير. نعم. الساعة كم معاك يا سهير؟ بالظبط بالظبط 12 الا دقيقتين. والله اما تبقى حتى 12 و24 و75 دقيقة بعد الساعتين لن ابارح هذا المكان. حلو هلا. شكرا. حتى تعودوا الي فساتيني وفساتين اختي وفساتين امي ودي رجعت فساتين العيلة كلها. فساتين؟ يسيحوا في ثانية. أيوة. احنا اتصل بالبوليس. لحظة واحدة افهم، فساتين ايه؟ والنبي يا سعادة البيه هم اللي قالوا لي نشروهم. نشرناهم. نشرتوهم سعيد؟ فساتينها كلها البت دي خدتها. فساتينها قصدي بنطلوناتنا وباروكاتها وباروكاتي كلهم راحوا. ايه ده؟ ايه محسن انا عندي اقتراح، ما تديهم الحق. يا سهير سهير الساعة معاكي كام يا سهير؟ بالظبط بالظبط 12 الا دقيقة. دقيقة؟ مش مشاكل ما تيجي الهدوم. وبعدين هي البدل دي بدلك انت؟ ايوه يا بيه. يعني بدلك انت اللي ضاع؟ محسن يا حبيبي اديله اللي سهير. نعم سهير. نعم. الساعة بقت معاكي كام يا سهير؟ بالظبط بالظبط 12. اتنين. انا بقى قلت 12. حلال عليك، شيلي البيه وروحي. سمكة انت من دلوقتي تبعنا خلاص بعد 12. انا تبعكم يا ست هانم، خدوني. ياخدوكي ازاي يا بنت؟ فين الفلوس الهدوم؟ تعالي يا بنت لحظة واحدة لو سمحت يا سيد، بس ما تلعبش بحاجة. انا بقولك اهو الهدوم فين يا بنت؟ ممكن تدينا سمكة؟ ما اديكش سمكة واخدة هدومنا. سمكة؟ الهدوم فين يا بنت؟ انت يقولي الهدوم فين؟ اقول لكم وتفكوني؟ ايوه اقول لهم ويفكوك. فكوني الاول، فكوها الاول. اتفضلي اطلع بالهدوم. أيوه. يا بنت الهدوم فين يا حلوة؟ الهدوم اللي اتنشرت؟ اي طارت. الحين يا سمكة الحين سلم يا سمكة. الحين سمكة هو في ايه؟ اصله مات قبل كده، انا عارفه الحته. طول عمره بيضرب
تتصرف كده وتستعد؟ مش من الذوق ابدا اني الاقي بنت غلبانه زي دي بتستنجد بواحده قادره زي يعني وانا ما انجدهاش. مين الغاب اللي قال لك كده؟ انا اكيد. صح يا مدام يا مدام فهميني. الراجل بيحس نفسه وهو نايم. في ايه؟ صباح الخير يا بيه. مين اللي اسمه ايه؟ لا دي هزه ارضيه بتيجي في الحته دي بس جت سليمه الحمد لله. هو ال هزه هزه زلزال زلزال. لا انا كنت هنا من شويه انما لقيت هزه حصل زلزال. مين ايه؟ هزه ارضيه. هزه ارضيه بس سليمه الحمد لله. الحمد لله. عنك يا بيه عنك عنك لا مؤاخذه سيب يا غير عنك. لا ما معلش بس اساعد سعادتك وسعادتك عنك معلش. مش عايز حد يساعد. معلش يا بيه ده الجيران لبعضيها. بقول لك ابعد عني ومش عايز حد يساعد. يا بيه اسمع بس هشيل لك انا الشنط. لا انت بتضربني وبتضحك على يا واسم. طب بس ما خليها انا عشان اوصل سعادتك. لا مش عايز حد يوصلني. معلش انا هوصلك. لا مش عايزك توصلني. سعادة البيه سعادة البيه سعادة البيه. نفس الهزة. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لا الارض انت لازم ضرب فيا ليه؟ لا انا مش عارف. انا كده مستريح. بقول لك ايه يا محترم؟ هات ايدك. بقول لك ايه بس؟ ايه انا قاعد كده مظبوط؟ معرفش يعني ده المسند وده الكرسي؟ معرفش انا اللي عايز اقول لي دماغك فين؟ دي ولا دي؟ خد ايه؟ اتفضل يا بيقوم. الحمد لله. الله قعدت صح؟ اوصل سعادتك انا؟ مش عايزك توصلني. سيب الشرط بتاعتي. ما تجيش جنبي خالص. خد الفردة اللي ضربت بتاعت الدين. انا كل حاجة سليمة وكل حاجة تمام. سليمة؟ بشرب شاي؟ ما بشربش حاجة. جبك شاي؟ ما انا بشربش حاجة. تاخد جنزبيل؟ مش عايز حاجة منك. راح فين؟ انت فتوى؟ هدوم يا حبيبي.